أنا رزاد الرازم من سكان باب حطة، من سكان باب الأقصى. كل جمعة بسوي قهوة، بعد الصلاة بشرب الناس قهوة. بذكرهم بالصلاة على الحبيب محمد وهم طالعين من الصلاة كل جمعة. وصار لي على هذه الفكرة حوالي 10 سنين، وهي صدقة جارية عن روح المسلمين وعن روح الرسول عليه الصلاة والسلام. والفكرة من هاي إنه أجدادي علمونا هذا الإشي. كل جمعة وكل يوم برمضان بعد صلاة التراويح، يوم بعد صلاة التراويح برمضان نفس الإشي، بصب القهوة بجهزها بحطها للناس وبحط التمر وبذكرهم بالصلاة على الحبيب محمد. نور في الأجواء، النبي صلى على النبي يا حبيب. صعوبات ما فيش، الحمد لله رب العالمين، فيش حدا، فيش صعوبات، كل شيء مسهل. اللي بيساعدني عمامي واهلي واولاد عمي، وهم اللي بيدعمون على هذه الفكره، هم يعني اللي بيجيبوا لي الاغراض وبيساعدوني، وفيش شيء بنقص علي يعني، الحمد لله كل شيء ماشي. ورسالتي من الاخر هي للمسلمين وللي بيجوا بيصلوا بالأقصى، إنه لعمل الخير بذكر الناس بالصلاة على الحبيب محمد. هي أكتر إشي الفكرة إنه أنا عندي، إنه الناس لما تطلع من المسجد تضلها تذكر الصلاة على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.